يعني عاوز اتكلم على ايه بقى اللي بيحصل جوه الفيزا الجانجلي بقى. احنا عرفنا دخلت ازاي وخرجت ازاي، واخد بالك؟ لكن عاوزين نعرف اللي جوه بقى الفيزا الجانجلي نفسها. فنرجوك التركيز شويه من اسهل ما يمكن، ولكن عايزه واحد كده مركز شويه ويقراها مره واتنين عشان يقدر ايه يفتكر. فبنتكلم بقى هنا ذا باثويز بتوين the various parts of the basal ganglia include the following. يعني التوصيلات اللي موجوده جوه ما بين النيوكليوي نفسها بتاعت البيزل جانجليا هم اثنين اساسيين. يلا يا سيدي. والله كلام انا مش يعني يمكن مش جديد. ايه الاولانيه يا سيدي؟ استرييتو باليدو سلامك سيركت. فسر لي والله. يعني من الكوربس استرييتم على الجلوبس باليدس على السلمس. طب بذمتك في حاجه جديده هنا؟ ما هو اللي قلته قبل كده، بس حط محطوطه بقى ايه بصوره سيركت بقى، واحنا هنقول سيركت دي كتير قوي بعد كده. يعني امباس طالعه من هنا فايته هنا هنا هنا، زي قطر طالع من مصر الاسكندريه، فات الاول على بنها وبعدين طنطا وبعدين كفر مش عارف ايه وبعد كده دمنهور، مش كده؟ نفس القصه هنا، سيجنالز طلعت وفاتت على كذا وكذا وكذا وانتهت عند كذا. نفس القصه يقول لك ايه؟ استرييتو باليدو سلامك ايه؟ سيركت. وطبعا عارف الاسترييتو يعني الكوديتو اللي انت فوق، والباليدو اللي هو انترنال واكسترنال سيجنالز، سلامك اللي هو الموتور نيوكلياي اللي حكينا عنه. ادي الباسوي الاولاني او السيركت الاولانيه. هنتكلم حالا اهو. الثانيه استرييتو نيجرال لوب، يعني من الكوربس استرييتم لمين؟ للسبستانشيا ايه؟ نيجرا. افتكر معايا انا بعيد وازيد اهو. الاسترييتو اللي هو ايه؟ كوديت وبيوتامين. والنيجرال يعني سبستانشيا نيجرا وفيها كم جزء؟ البارز كومباكتا والبارز ريتيكيولات. يبقى في الثانيه اهي، يلا في عشان نخلص منها وهنتكلم بالتفصيل حالا اهو. لوب ما بين الاستريت الكوربس استريتم والسبستانشيا ايه نيجرا، ولوب يعني رابطهم ببعضهم بدايره كده. يعني الكوربس استريتم يدي السبستانشيا نيجرا والسبستانشيا نيجرا تدي الكوربس ايه استريت. ونفسر كلامنا ده او نشوف صوره ثانيه الاول كده عشان ايه تبقى سهله وبعد كده نرجع تاني. واخد بالك؟ اهو يعني في اتصال ما بين الكوربس ستريتم، ادي الكوديت وادي البيوتي من اهو. شايف الاسهم اللي بتاع الخط التخين الترابط ده بيودي على السبستانشيا ايه؟ نيجر. ادي ستريتو نيجر، وبعدين في نيجرو ستريتم اللي هو الخط الرفيع ده اهو يودي عليه. طب واخد بالك ان النيورون اوله بيبقى ايه عامل دايره كده سوده واخره سهم، يعني عشان يعرف طالع منين ورايح فين. خد بالك اللي مش فاهم. فادي اللوب اهو من الكوربس استريتم للسبستانشيا نيجرا ومن السبستانشيا نيجرا للكوربس ايه؟ استريتو. فسميناه طبعا استريتو نيجرال لوب اهو. ماشي. ادي الاثنين يا سيدي. ادي ايه؟ الاثنين. حاضر. نخش بقى نتكلم بتفصيل شويه. أو نشوف إيه الحكاية. الأولانية يا سيدي استرييتو باليدو سلامك سيركت. دي لها تو باس ويز، دايركت وإن دايركت، يعني مباشرة على طول. وأنا عامل أسهم أهو من استرييتم من استرييتم للجلوبس باليدس انترنال سيجمنت للسلمس. سهلة دي. وهو ده اللي أنا شفته في السيركتس فعلا. This is the pathway of the putamen and the caudate circuits. والله لا شايفها قبل ما اكمل اهو اهو. يعني جينا في السيركتس هنا سواء دي او دي من الكورتكس، رحنا هنا على الكوربس تريتم عرفناه خلاص سواء كوديت او بيوتامين، وبعدين على الانترنال سيجمنت والجلوبس باليرز على السلامس على الكورتكس. خلاص اتي دايركت على طول. لكن في واحده ثانيه ان دايركت بقى، واحده ثانيه ان دايركت بقى، وهي دي اللي عايزه فن شويه.
لكن دي دايركت وما فيهاش اي حاجه. يبقى السيركتس اللي حكيتهم دول هم نفسهم بيمثلوا الدايركت باس واي، منين لفين تقعد تسال في نفسك وتعيد وتزيد لحد ما تحفظها، منين لفين، من الكوربس سيريتوم للباليلس للثالاموس. طب الجلوفس باليلس ده اني سيجمنت فيه؟ الانترنال طبعا، هو اللي بيطلع مش الاكسترنال. تمام، يبقى this is the pathway of butamine and codeine ايه؟ circuits. امال التاني ايه بقى؟ لا التاني له قصه صغيره تاني شويه. التاني يفوت الاول يعني بسيطه يعني مش حكايه. انا هرجع تاني طبعا بس ايه ناخد بالنا من الاندايركت بقى. الاندايركت طلع برضه من ايه؟ الانبوتس منين؟ استريت. بس راحت الاول على حتتين قبل ما تروح الانترنال سيجنال تو، فاتت على الاكسترنال سيجمنت وفاتت على السب سلامك نيوكليس او السب سلامس قبل ما تروح على مين؟ على السلامس. اقول تاني، الدايركت باس واي على طول من الاسترياتم للجلوبس باليلس انترنال سيجمنت للسلامس. خلاص الثانيه هحط قبل الجلوبس باليلس انترنال سيجمنت دي محطتين تانيين، مين هم؟ جلوبس باليلس اكسترنال سيجمنت وصاب سلامك نيفرس اهو. الاستريتم راح على الاكسترنال سيجمنت اهو، وبعدين السلامك وصاب سلامك نيوكلس قبل ما يوصل الايه؟ الانترنال سيجمنت، وسموه اندايركت ايه؟ باس واي. حاضر. همثل هذا الكلام بقى بهذا الدياجرام ها؟ وتفتح معايا تمام انا بقول ايه؟ لانه من غير فهم ما ينفعش. عند اي نو ان الموضوع الى حد ما ديفيكالت، ولكنه معايا مش هيبقى ديفيكالت. اولا انا في الصوره دي دلوقتي هتكلم على الجزء الايه؟ الشمال ده اهو، هتكلم هنا مش هتكلم الجزء اليمين ده. خلاص؟ فعندي سيريبرال كورتكس اهو بعت للاستريتو، وكاتب على كل سهم الكيميكال ترانسميتر اللي بيطلعه النيورون اللي جاي، فده جلوتاميت يعني اكزيتاتوري. يعني ايه اكزيتاتوري ترانسميتر؟ جلوتاميت راح على الاستريتم. الاستريتم ده ما بينه وما بين النيورونز بتاعته اللي جواه الكيميكال ترانسميتر اكزيتاتوري برضه، اللي هو مين؟ اسيتايل ايه؟ كولين. عشان كده حاططها معاه في نفس المستطيل. يبقى النيورونز اللي موجوده في الاستريتم، الاستريتم ده اللي هو الدلع بتاع كوربس ايه؟ استريتم اللي هو الكوديت واللينت فور فالنيورونز اللي هنا كولينرجيك يعني بتطلع ايه؟ اسيتايل كولين. وبعدين عاوزين نشوف الدايركت باس واي اللي قلنا عليه، الدايركت اللي دايركت باس واي منين؟ احنا سميناها ايه؟ استريتو ايه؟ فاليدو سلامك الدايركت اهو. يلا يا عم، من الكوربس استريتم للجلوبس باليلس انترنال سيجمنت للسلامس اهو اهو اهو. انا بتكلم على الجزء الشمال قلت مش الجزء اليمين، وقلنا ان في تو باس وايز في هذه الايه؟ السيركت. ماشي، الاولاني سميناه ايه تاني؟ نقول تاني استريتو فاليدو سلامك اهو، وكاتب وحاطط على كل واحد الايه؟ الكيميكال ترانسميتر اللي بيطلعه النيورون بتاعه. جابه طبعا ده انهبيتوري. تمام؟ ده الدايركت. الثاني قلت لك والله هو زيه بس هيفوت على الحطتين الاول. يلا يا حبيب قلبي ها؟ الاستريتم اهو، طلع هنا، زي ما طلع كده طلع كده، بس ودي على مين الاول؟ على الاكسترنال ايه؟ سيجمنت اوف جلوبس باليلس. وده ودي على مين؟ على السب سلامك نيوكليس. كل ده بيطلع جابه. طب سلامك نيوكليس طلعت جلوتاميت اللي راح شغل الجلوبس باليلس انترنال سيجمنت. مظبوط؟ وطبعا ده بيطلع بقى جابه برضه ويودي على السلامس. والسلامس هيودي على مين؟ على السيريبرال ايه؟ كورتكس. السهم ده بيوري ان السلامس برضه بيودي على السريتم، عشان كده قلت السيريبرال كورتكس مينلي هو اللي هو بتوقع الانبوت. لا السلامس برضه شويه، بس نظرا لانه تاثيره يعني ضعيف جدا وما ملوش يعني قيمه كبيره،
احنا بنقول انه ايه مجلي ما اتكلمناش عنه، لكن بيدي برضو انبوت اهو خفيف، انساه انساه. اذا السيركت الاولى اللي قلنا عليها باسماء ضخمه ودبش، استرييتو باليدو سلامك. يا عم ادي استرييتو اهو باليدو اهو سلام سلام دايركت، والثانيه دين دايركت هي هي، بس هيفوت على محطتين الاول. يلا فات الاول على الاكسترنال سيجمنت، وبعدين فات على مين؟ على السب سلامك نيوكلس، وبعدين ودى برضه على الانترنال سيجمنت والجلوبوس فاليس، وبعدين اخيرا على السلامة سلامة. سهله سهل. طيب تتامل شويه هنا، لما تبص على الدايركت باس واي ده تبص تلاقي الاستريتم الترانسميتر بتاعه من اللي بيطلع من النيورونز بتاعته، الاوت بوت نيورونز مش اللي جواه، اللي جواه بيطلع استالكولين، لكن الاوت بوت نيورونز منه بتطلع جابه، وجابه ده انهبيتوري، يبقى انهبيت مين؟ الجلوبوس باليرز. وجلوبوس باليرز ده بيطلع برضه جابه، فلما يبقى انهبيتد يبقى مش هيطلع جابه، والثالاموس ده يبقى ستيميوليتد بقى، والبروجيكشن او الاستيميراي ده رايحه للكورتكس تبقى زياده زياده، ما هو كله انهبيت بعضه. ها اوعى تتلخبط اهو، ده طلع انهبيتوري ترانسميتر، عمل ايه في الجلوبوس باليرز هنا؟ انهبيشن. طب وده نفسه كان بيطلع جابه، ما يبقى مش هيطلع جابه، يبقى الثالاموس مش هيبقى انهبيتد، وبالشكل ده الثالاموس هيطلع ديسشارج وبروجيكشن بالكورتكس، ويزيد البروجيكشن ده يزيد. طب شوف التاني بقى مع، بس امشي بقى معايا انت خلاص فهمت اللعبه. الجابه اهو عمل انهبيشن لمين؟ للجلوبوس باليرس اكسترنال سيجن. طب هو ده كان بيطلع ايه؟ جابه. ما دام انهبيشن يبقى مش هيطلع جابه، يبقى مين هيشتغل؟ السب سلامك نيوكلس يشتغل، لان الجابه ده ما طلعش، ولما تشتغل السب سلامك نيوكلس تطلع جلوتاميت ده اكزيتاتوري، وجلوتاميت يشغل الجلوبوس باليرس انترنال سيجن يخليه يطلع جابه، يقوم يعمل انهبيشن على الثالاموس ويقل الديستشارج من الثالاموس للكورتكس. يبقى باختصار كده الاول ان الدايركت باس واي يزود الديستشارج للكورتكس من الثالاموس، والاندايركت باس واي يقلله، ويمشي مع الاسهم. الاولانيه سهله قوي ده في الدايركت، نشوف الاندايركت بقى طلع الجابه ها عمل ايه هنا في الاكسترنال سيجمنت بتاع الجلوبوس باليرس، عمل له انهبيشن انهبيشن. ما دام السهم منقط كده يعني انهبيتوري، طب واضح طبعا ان الاجابه انهبيتوري، فعمل انهبيشن في الاكسترنال سيجمنت خلاص، يبقى مش هيطلع جابه، هو مش هيطلع جابه، يبقى الساب ثالاموس ده يشتغل بقى، ولما يشتغل يطلع مين؟ جلوتاميت. خد بالك السهم هنا كامل كده مش منقرش، مش منقرش، معناها انه اكزيتاتور يعني، هيشغل الايه؟ الانترنت سيجمنت، ودي بتطلع جابه تعمل انهبيشن على الثالاموس. اذا الدايركت بتعمل تزود البروجيكشن للكورتكس، والاندايركت تقلله، وامشي معانا يا حبيبي اهو. ات انهانسز مين ده الاول؟ الدايركت. ات انهانسز مين؟ يعني انكريزز السلام الكورتيكال بروجيكشن، بيكوز طبعا الاستريتال نيورون سكريت جابا which inhibit جابا release from the internal segment. امشي معاها هتعرفها. هنا العكس على طول، هنا inhibits الايه او decreases الثلامك projection للكورتكس، because الاستريتال جابا inhibit جابا secretion من الاكسترنال segment. So the subthalamic nucleus تبقى released from inhibition وسكريت جلوتاميت، وده استيميوليت الجابا ريليس فروم دي انترنال سيجمنت، يقوم يقلل الديستشارج او البروجيكشن من الثالاموس الى الكورتكس. كل ده انا بتكلم عن الناحيه الشمال اهو، دايركت اهي وان دايركت اهي، دي الدايركت دي ودي الان دايركت. جميل. نخش على السيركت الثانيه بقى اللي سميناها ايه يا باشا؟ ها؟ سميناها استرييتو نايجرال ايه؟ لوب. يعني بيدوا لبعضيهم كوربس السريت، بيدي السبستانشيا نيجرا والسبستانشيا نيجرا تدي مين؟ كوربس السريت. نشوف مع بعض الناحيه اليمين بقى.
بص يا حبيبي، ادي السبستانشيا نيجرا الجزئين بتوعها، بارز ايه ريتيكولاتا وبارز ايه كومباكتا، وادي طبعا الكوربس ستريتم اهو. فبيدي الكوربس ستريتم بيدي مين؟ بيدي السبستانشيا نيجرا انهي جزء؟ بارز ريتيكولات اهو، بيعمل لها انهبيشن، بيعمل لها ايه؟ انهبيشن. طيب، ودي والسبستانشيا ريتيكولات اللي هي واخد بالك برضه بتطلع جابه، بيعمل انهبيشن لمين؟ للثلمس. يعمل برضه انهبيشن لمين؟ للثلمس. يعني اذا لما عملنا انهبيشن للايه؟ للبارز ريتيكولات اللي هو بالجابه اللي جايه من الاستريتم دي، يبقى هي مش هتطلع ايه؟ ها؟ مش هتطلع مش هتطلع جابه، والمفروض السلامك بيسيب شارج ايه؟ يزيد للكورتكس. ولكن لقينا في فاكتور تاني داخل هنا بقى، في فاكتور داخل هنا تاني مهم قوي، ان السبستانشيا نيجرا بارز كومباكتا. بارز ايه؟ كومباكتا، ارجوك التركيز، بتفرز النيورونز بتاعتها دوبامين، اللي هو دي ايه دي؟ دوبامين، دوبامين. ماشي، طب ده دخل في اللعبه بقى دوبامين ده. طبعا كانوا زمان يقولوا ان هو انهبيتوري 100 100، لا ده لقوا انه له اكزيتاتوري افكت، السهم اللي هو الايه الكامل اللي هو كونتينوس ده، وله انهبيتوري افكت. ده مين ده بقى؟ ده الدوبامين، ده كلام جديد بقى، ده بقول لك بتاع 2010. اه انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن الحديث وخلاص، انت تعرفه لنفسك، حد سألك فيه تقول اه، لكن انصحك طبعا ما تقولوش للجماعه الايه القدام اللي ما يعرفوش حاجه. لكن انا بتكلم على العلم نفسه الحديث اللي هيبقى بعد كام سنه، ها هو الاساس. اه انا ملياش دعوه، بقوله وخلاص. يبقى هنا السبستانشيا نيجرا بارز كومباكتا بتفرز مين يا سيدي؟ او النيورونز بتاعتها دوبامينيرجيك، بتطلع دوبامين، ودوبامين ده ليس انهبيتوري تماما كما قيل، لا ده والله في جزء منه ايه؟ اكزيتاتوري اهو. الله، طب بيعمل اكزيتيشن لمين وانهبيشن لمين؟ اوه فتح معايا بقى، اكزايت، اكزايت الدايركت باث واي، وانهبيت مين؟ وانهبيت الاندايركت باث واي. اكزايت الدايركت باث واي يعني بيزود البروجكشن، وانهبيت مين؟ الاندايركت يعني برضه بيزود البروجكشن. تاني باختصار جدا افتكر معايا، الدايركت باث واي ده اهو، انا مش هقدر اشرحه بالتفصيل عشان ما نسرحش، الدايركت باث واي ده اهو كان بيزود البروجكشن من الثالمس، والاندايركت كان بينقصه. روح اقراها بالتفصيل تاني بقى او افتكرها بالتفصيل، لكن دلوقتي انا وصلنا بس للكونكلوجن. الدايركت بيعمل ايه؟ بيزود الدستشارج من الثالمس، والاندايركت بيقلل الدستشارج من الثالمس. نيجي على الدوبامين، يساعد الدايركت عن طريق دي 1 ريسبتور، حاضر ده كويس قوي، يبقى هيزود الدستشارج اكتر، وانهبت التاني اللي كان بيقلله يقوم برضه الدستشارج بيزيد، ما شاء الله. يبقى الدايركت بيزود الدستشارج والاندايركت بيقلل الدستشارج، والدوبامين بيشتغل على دي 1 ودي 2 ريسبتورز، الدي 1 ده هيت عند الدايركت فهتساعده، والدي 2 بتعمل انهبيشن للاندايركت فهتزود الدستشارج. اذا يعني العمليه دلوقتي، ها ولو شفنا التاثير المباشر ده هو هيقلل الدستشارج بتاع الايه؟ بتاع الاستريت نايجرال ده، طبعا هيقلله، اسف هيزوده طبعا، لانه بيعمل انهبيشن ايه؟ لخروج الجابه. يعني في حاجات بتقلل وحاجات بتزود، تكون ايه النتيجه بقى النهائيه لهذا الكلام الملحوظه دي؟ The thalamic output to the cerebral cortex is excitatory.
ثرو ريليزنج جلوتاميت، يعني النيورونز اللي طالعه من الثالاموس بتطلع جلوتاميت برضه. يبقى الجلوتاميت قلته في ثلاث حتت، قلته في الامبلسز اللي جايه من الكورتكس، وقلته من السب ثلاميك نيوكليس، وكمان قلته من الثالاموس. however the magnitude of such excitation is controlled by the basal ايه جانجلي. يعني الاكسايتيشن ده اللي طالع من الثالاموس على الكورتكس اللي بيتحكم فيه البيزال جانجلي. normally there is tonic inhibition of the thalamus by the GABAergic fibers arising from the ايه الجلوبس بلس انترنال سيجنال. يعني في الطبيعي نلاقي ان الثالاموس ده مش متروك كده ايه على حاله كده، لا في تونيك انهبيتوري امبلس جايه من الانترنال سيجمنت بتاع الجلوبس بلس عن طريق الجابه فايبرز اللي طالعه منه، which is modified by the balance between the effects of the various pathways اللي قلناهم في البيزل جانجليا سيركتري so as to keep a suitable excitatory thalamic derived to the motor cortex. اقول تاني بقى هنا النهايه بقى ايه المحصله بقى. قلنا بقى ايش بيعمل فاسيليتيشن او بيعمل يزود الديسشارج من الثالاموس، وايش بيعمل له ايه انهبيشن او يقلله. تمام. ف الطبيعي بقى الوضع الطبيعي عندك ان الثالاموس ده بيطلع اكزيتيشن على فكره، بس الكورتكس هو ما بيطلع انهبيشن ابدا، بس كميته محكومه يعني ليميتد، ما هياش متسابه كده. بايه بقى؟ بان الجلوبس باريس انترنال سيجمنت ده مطلع باستمرار اهو اهو باستمرار بيطلع ايه؟ بيطلع جابه كميه صغيره، فعامله انهبيشن للثالاموس شويه، وعشان كده الديسشارج بتاع الثالاموس ده زي ما قلت محكوم ليميتد، ولكنه اكزيتاتوري، ولكنه ايه اكزيتاتوري. لو مفيش الجابه دي كان زاد جدا، لكن الجابه ده هي اللي جايه من الانترنال سيجمنت ده هي بتقلله شويه، وعشان كده بتبقى محكومه بحيث انها تطلع اكزيتاتوري سيجنال للسيريبرال كورتكس بكميه تناسب العمل المطلوب او تناسب الفانكشن اللي مطلوب، تبقى في بالانس ما بينهم والامور ماشيه نورمال خالص بالشكل ده. لكن زي ما قلت لحضرتك انه الدايركت باثوي كان بيزود البروجيكشن والاندايركت بيقلل البروجيكشن. ها وبعدين جينا هنا لقينا الدوبامين ده هو كان الدوبامين ده الافكت بتاعه على الاثنين هيزود البروجيكشن، خد بالك، وان في الاخر في بالانس بقى بينهم كلهم بحيث ان في تونيك انهبيتوري ديسشارج من الانترنال سيجمنت دي بيخلي الثالاموس شويه انهبيتد ويتحكم في خروج الاكزيتيشن منه، ما يبقاش اكزيتيشن اكثر من اللازم بحيث ان الامور تمشي ايه مظبوطه وما فيش اي مشاكل تحصل. ماشي ماشي. نيجي بقى على طبعا انا احب اشوف الحته دي معاك مهمه قوي، ان هنا الجابا ايرجيك سترييتال ايه فايبرز انهيبت ريليس اوف جابا منين؟ من السبستانشيا نيجرا بارز ايه بارز ريتيكولاتا. اوعى إيه تنسى لازم يكون قدامك اهو هتنهبت. تمام. which facilitate the thalamic cortical projection. صح. on the other hand الدوبامينرجيك نيورونز arise from substantia nigra pars ايه compacta. تمام. and the feedback ترجع على مين؟ على الاسترياتا اللي هي دي ايه in figure 31 اهي دي. حلو قوي. وير يعني في الـ في الـ في الـ في الاستريتم دي اكزايت الدايركت باس واي باي اكتنج على دي تي 1 ريسبتور، وانهبيت الاندايركت باس واي باي اكتنج على الدي 2 ريسبتور، اند بوث افكتس فاسيليتيت ثلامك كورتيكال بروجكشن. بوث افكتس لان الدايركت كان اصلا بيعمل اكزايتيشن والاندايركت بيعمل انهبيشن. طب انت وقفت بقى، فطبعا هتلاقي في الحالتين هيزود الايه الثالاميك بروجكشن تو ذا
كورتكس. فبناء عليه هذه الايه الكونكلوجن بقى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان في الاخر خالص في تونيك انهبيتوري ديسبشارج عن طريق الجبهه اللي جايه من الانترنال سيجمنت دي. فالانهبيشن ده بيتحكم شويه في الامبلس اللي طالعه من الثالاموس، فتطلع اكزيتاتوري صحيح ولكنها بكميه تكفي اهو سوتابل اكزيتاتوري ثلاميك درايف تو ذا موتور كورتكس، وتبقى الامور ماشيه تمام. نيجي على الليمبيك كونكشنز بقى. ان في الستريتم اللي هو طبعا